السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البرنامج التدريبي لبرنامج STEM. الحلقة العاشرة: برمجة حساس المسطرة الضوئي IR Array. حيث سنتطرق في هذه الحلقة إلى تعريف حساس المسطرة الضوئي IR Array، خصائص حساس المسطرة الضوئي، كيفية برمجة حساس المسطرة الضوئي، تطبيق عملي، برمجة الروبوت على عدم الخروج من الإطار الأسود. أولاً، تعريف حساس المسطرة الضوئي IR Array. حساس المسطرة IR Array هو حساس رقمي عبارة عن 7 حساسات ضوئية تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، موضوعة بشكل مستقيم وبأبعاد مختلفة. من خلالها نستطيع قراءة عدة خطوط سوداء أو بيضاء في نفس الوقت، حيث أن كل حساس مستقل عن الآخر، وعن طريق الخوارزميات البرمجية نستطيع إنشاء عدة احتمالات لقراءة اللون الأسود أو الأبيض. ثانياً، خصائص الحساس المسطرة الضوئي. يحتوي على 7 مؤشرات ضوئية لكل حساس. يحتوي على مكبر صوت بزر مدمج بداخله. يحتوي على زر لتعيين العتبة أو المسافة التي بين الحساس والسطح المراد التقاطه. يحتوي على زر التهيئة والإرجاع للصفر ريست. يحتوي على مدخلين مربوطين بالتسلسل، حيث يصنف حساس المسطرة من عائلة داينامكسل، حيث لو تم ربطه بين محرك وحساس المسطرة لتعرف عليه المعالج. يحتوي الحساس على رقم تعريفي ID يتم التعرف عليه عن طريق برنامج مانجر، عادة يكون من 100 لتجنب الاختلاط بالمحركات. يمكن استعماله كحساس مسافة عن طريق التغيير الرقمي في الحساسات 7. لاحظ مواقع الحساسات 3 و4 و5 تكون قريبة من بعضها وبنفس البعد، بينما الحساسين 2 و6 بعدهما أكبر، وكذلك 1 و7 اللذين يكونا في أقصى الطرفين. ثالثا، شرح كيفية برمجة حساس المسطرة الضوئي. عن طريق برنامج مانجر نستطيع فحص حساس المسطرة الضوئي، حيث تظهر جميع خصائصه. تمثل الأيقونات التالية قيمة الحساسات الحالية، كما تمثل الأيقونتين التاليتين فحص صوت الحساس والمدة الزمنية، كما تمثل الأيقونات التالية قيمة عتبة الحساسات. تمثل الأيقونة التالية أيقونة فحص اشتغال الحساسات، كما تمثل الأيقونة التالية أيقونة تحديد توتر العتبة التلقائي للحساس، كما تمثل الأيقونة التالية صورة الحساس الضوئي. نستطيع برمجة حساس المسطرة الضوئي عن طريق برنامج تاسك، حيث عند فتح البرنامج واختيار أمر الإسناد تظهر أيقونة برمجة الحساس. تمثل القيم 7 بالشكل قيم كل حساس ضوئي، كما أن كل حساس مستقل عن الآخر، وتتغير قيمته بناء على لون السطح الذي يلتقطه. تمثل القيم التالية القيم الأولية أو القيم المرجعية، والتي يمكن إعادة برمجتها عن طريق الضغط على زر تحديد المسافة بين الحساس والسطح، حيث في هذه الحالة تصبح جميع المؤشرات تشتغل وتنطفئ بشكل مستمر، ثم عند الضغط عليه مرة أخرى يتم تثبيت القيم الجديدة. تتم عملية تحديد القيم الأولية بطريقتين، إما يدوية عن طريق الضغط على الزر الأيمن في الحساس، أو عن طريق البرمجة من خلال الأيقونة التالية. يوجد هناك نمطين لاستعمال حساس المسطرة الضوئي: ألف، عن طريق معرفة قيمة ارتداد الأشعة تحت الحمراء لكل حساس الـ IR Fire Data، حيث عند اللون الأبيض تكون القيمة كبيرة وعند اللون الأسود تكون صغيرة، كما يتم التعبير عنها رقميا من 0 إلى 1024. ب، عن طريق نمط التعرف على اللون الأبيض والأسود مباشرة، حيث نكتفي بتحديد خاصية IR Obstacle Detected، ومن ثم تحديد رقم الحساس المراد استعماله، حيث عند اختياره يعني أنه حدد لالتقاط اللون الأسود، وفي هذه الحالة سيضيء مؤشر الحساس باللون الأحمر. ملاحظة: استعمال النمط الثاني يكون أدق وأسهل للاستخدام، لأن النمط الأول يتأثر بالإضاءة المحيطة وكذلك التغير المستمر للقيم. خطوات برمجة حساس المسطرة الضوئي: أولاً، تقوم برمجة حساس المسطرة الضوئي أساساً على الاحتمالات الشرطية للحساسات 7 من حيث التقاطها للون الأسود أو الأبيض، لذلك نقوم بإضافة الأداة الشرطية F. ثانياً، عند الضغط على علامة الاستفهام الأولى نختار أيقونة حساس المسطرة الضوئي ونختار النمط الثاني، كما نختار رقم الحساس الذي يتم التعرف عليه عن طريق برنامج مانجر.
ثالثا، عند الضغط على علامة الاستفهام الثانية تظهر الأيقونة بالشكل التالي، ويتم اختيار رقم الحساس المراد استعماله عن طريق الضغط عليه، أي أنه في هذه الحالة التقط اللون الأسود وسيظهر رقمه في البرنامج. وفي حالة ترك اختيار الحساس فيعني أنه قد تم برمجته على التقاط اللون الأبيض، وفي هذه الحالة لن يظهر في البرنامج. مثال على وضعيات التقاط الروبوت للخط الأسود. ملاحظة مهمة: اختيار عدة أرقام في نفس الوقت يعني أنه لن يتحقق الشرط إلا بالتقاط جميع الأرقام المحددة للون الأسود، لذلك نستعين بخصائص الأوامر الشرطية، حيث يمكن إضافة شرط آخر بالتوازي OR وإضافة رقم آخر وهكذا. رابعاً، في حالة استخدام النمط الأول يجب الاستعانة ببرنامج مانجر لمعرفة القيمة الحالية عندما يكون الحساس على اللون الأسود والأبيض، حيث يتم إسناد القيمة إليه عن طريق IR Fire Data. خامساً، تتم عملية برمجة صوت الحساس عن طريق أمر الإسناد Load، حيث تظهر الأيقونة التالية. يحتوي صوت المعالج على 26 نغمة مختلفة وكذلك على 51 لحنا موسيقيا، كما يتم احتساب وقت النغمة والنوطة عن طريق أمر وقت صوت الحساس. اختيار القيمة 254 تعني أن الصوت سيبقى مستمرا ولن يتوقف، واختيار القيمة 255 هي قيمة النغمات. رابعا، تطبيق عملي. برمجة الروبوت على عدم الخروج من الإطار الأسود، حيث سنقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على عدم الخروج من الإطار الأسود والبقاء بداخله، وذلك بالاعتماد على حساس المسطرة الضوئي، حيث يتيح هذا الأخير التقاط الإطار الأسود في جميع الوضعيات التي يكون عليها الروبوت، وفي حالة تم الالتقاط يقوم الحساس بإصدار صوت. خطوات التركيب: قم بتركيب حساس المسطرة الضوئي على الروبوت ستيم. خطوات البرمجة: أولاً، نقوم باختيار أمر البداية. ثانياً، نقوم بإضافة أمر التكرار اللانهائي، حيث يجب أن يكون بعد أمر البداية ليقوم بتكرار كل ما بداخل القوسين. ثالثاً، نقوم بإضافة الأمر الشرطي F، حيث عند الضغط عليه تظهر علامة الاستفهام. نقوم باختيار نوع الحساس IR Array ونستعمل النمط الثاني. رابعاً، نقوم بالضغط على علامة الاستفهام الثانية ونحدد الشرط التالي: إذا كان أحد الحساسات السبعة قد التقط اللون الأسود، قم بإصدار صوت لمدة 2 ثانية، ثم ارجع إلى الوراء بقيمة معينة، ثم استدر بزاوية معينة. تتم هذه العملية باستعمال أداة أو التابعة للأمر الشرطي F. ملاحظة: يمكن إسناد اسم لحساس المسطرة الضوئي الذي يشتغل على النمط الثاني لاختصار الكود البرمجي، وذلك باختيار أيقونة المتغير Variable، ثم اختيار اسم مثلاً IR، حيث يجب ألا يحتوي الاسم على فراغ، ثم إسناد أمر النمط الثاني له، حيث يصبح اعتماد هذا الاسم في كامل البرنامج، فيصبح البرنامج هكذا. برنامج تحقق الشرط. خامساً، في حالة لم يتحقق الشرط، أي أن جميع الحساسات السبعة باللون الأبيض، يستمر الروبوت في التنقل إلى الأمام. البرنامج النهائي. ملاحظات مهمة: قبل تجريب الروبوت يجب التأكد من اشتغال جميع الحساسات السبعة، وذلك عن طريق إمرار الروبوت على خط أسود ورؤية ما إذا اشتغلت مؤشرات الحساسات. في حالة لم تشتغل يجب إعادة تهيئتها، وذلك بضبط القيمة الحالية عن طريق الضغط على زر تعيين القيمة الأولية ووضعه على اللون الأسود، ثم الضغط عليه مرة ثانية. شكرا لكم، وإلى موضوع جديد من سلسلة حلقات البرامج الأكاديمية.